أهلا بكم مشاهدي الكرام وكل تحياتي. هذه ساعة ووقفة إخبارية جديدة من النيل المباشر، وبطبيعة الحال فكثير من خدمتنا الإخبارية مخصصة للموضوع الأهم على الساحة الدولية ويؤثر على كل مناطق العالم دون استثناء، مسألة روسيا وأوكرانيا. نتابع بين كييف وموسكو بشأن استهداف محطة نووية وسط أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدي الكرام. إذن ما تزال الأمور محتدمة وعلى صفيح ساخن، على أي حال سوف نتناول جوانب من هذا الموضوع في هذه الوقفة وهذه الفترة. سفارة مصر في رومانيا في بوخارست دعت المصريين القادمين إلى رومانيا من أوكرانيا ممن فقدوا جوازات سفرهم أن يتجنبوا الدخول من نقطة الدخول الرومانية، حيث تبدي شرطة الحدود الأوكرانية عند النقطة الأوكرانية تعنتا شديدا مع تلك الحالات ويرفضون عبورهم إلى الجانب الروماني. وكانت السفارة في بوخارست قد ناشدت في تنويه نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ناشدت المواطنين المصريين القادمين من الحدود الأوكرانية إلى بوخارست ضرورة إبلاغ السفارة قبل أن يتحركوا من النقطة الحدودية بوقت كاف، وكذلك الإفادة بموعد الوصول إلى بوخارست قبلها بساعتين على الأقل حتى يتسنى تدبير أماكن للإقامة. وقد ذكرت السلطات المحلية في مدينة ميكولايف الأوكرانية أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود للمرة الأولى. وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم في تسجيل مصور على الإنترنت، قال إن القتال يدور في بعض أجزاء من المدينة. أما وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية فقد أعلنت أن القوات الروسية تسيطر على أراضي منشأة زابورجيا النووية في جنوب البلاد. من جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه لم يتم إلحاق أي ضرر بالمفاعلات في المحطة بعد أن أصاب مقذوف روسي مبنى قريبا الليلة الماضية، مشيرا إلى أن طاقم العمل الأوكراني ما يزال يدير المنشآت النووية على الرغم من سيطرة القوات الروسية على المنطقة. وأعتقد أننا كلنا تابعنا هذه الأخبار المهمة للغاية منذ ليلة أمس، حيث نشب حريق محدود في أحد المباني الإدارية بالمحطة النووية. لليوم الثامن على التوالي وصلت القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة التي تقول إنها تهدف إلى حماية جمهوريتي لوهانسك ودونياسك في إقليم دونباس شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية سيطرت على مدن بالاقيليا وفينوغرادانيا وساراتاكا وفوديانوي وستوبولي ونوفو وبولتافكا، وضيقت الخناق على مدينة ماريوبل وكانت قد سيطرت على مدينة خيرسون. ويقول محللون إن مدينتي خيرسون وماريوبل على وجه التحديد لهما أهمية استراتيجية لأنهما تمثلان جسرا بريا بين شبه جزيرة القرم في الجنوب من ناحية والأقاليم الشرقية المنفصلة عن أوكرانيا في الشرق من ناحية أخرى. وهذا يعني أنه في حال وقف إطلاق النار ستكون المدينتان قد خضعتا للسيطرة الروسية في حزام أرضي واحد تضمن به روسيا أن تؤمن السيطرة على كل من شبه جزيرة القرم والأقاليم الشرقية المنفصلة وكذلك الأراضي الروسية.
وأشاروا إلى أن روسيا ربما تهدف إلى ضم كل ذلك في معبر بري مائي يجمع بين الوصل الأرضي على اليابس والوصل المائي في البحر الأسود، حيث قد تتوسع العمليات العسكرية لتشمل كل من شرق أوكرانيا المنفصل ومعه القرم وميناء أوديسا ومنطقة تشيرنوبل مع العاصمة كييف. وفي هذه الحال تكون العملية العسكرية الروسية أصابت بالشلل مفاصل أوكرانيا، وتواصل القوات الروسية تدمير البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، وأحدثها تدمير مركز تكنولوجي للإذاعة والتلفزيون قرب كييف، وبلغ إجمالي المنشآت التي دمرتها روسيا أكثر من 1600 منشأة منذ بداية العملية العسكرية في 24 من شهر فبراير الماضي بحسب وزارة الدفاع الروسية. على الجانب الآخر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث الدول المجاورة لروسيا على عدم تصعيد التوتر، وذلك بعد أن مضت 8 أيام من العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال بوتين في تصريحات له إن روسيا لا تضمر نوايا سيئة لجيرانها، كما أكد أن روسيا تفي بجميع التزاماتها وستواصل الوفاء بها، وأضاف أنه لا يرى أي ضرورة لتوتر العلاقات أو تدهورها، وإن جميع الأفعال إذا ما حدثت تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية. أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن تأييده لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في أعقاب اندلاع حريق بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وقال بوريل إن الهجمات الروسية في الأماكن المجاورة مباشرة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا يمكن أن يكون لها تداعيات كارثية، وأضاف أنه يجب وقفها بشكل فوري. وأشار بوريل إلى أن القصف والحريق الذي نجم عنه في محطة الطاقة يمكن أن يعرض أوروبا بأكملها للخطر. استولت قوات الجيش الروسي على المحطة النووية محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة إلى الجنوب الشرقي بأوكرانيا، وذلك بعد معارك عنيفة من جانبها ألقت وزارة الدفاع الروسية اليوم مسؤولية هجوم على موقع المحطة الخاصة بإنتاج الطاقة النووية في أوكرانيا على من أسمتهم مخربين أوكرانيين، في حين حملت موسكو كييف المسؤولية. في تطور سريع للأزمة الأوكرانية الروسية، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك، وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع. وأضافت الوكالة أن المحطة الواقعة في جنوب شرق البلاد تعرضت للقصف خلال الليل، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في مبنى تدريب خارج أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية. كما أعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي من منشأة زابوريجيا النووية. وعقب ذلك أعلنت القوات الروسية أنها دخلت منطقة منشأة زابوريجيا النووية الأوكرانية. تحذير: المعدات العسكرية الروسية أضرمت نيران في محطة زابوريجيا النووية. هناك تهديد تفجير نووي حقيقي وشيك ملحق بأكبر محطة نووية في أوروبا. نطالب بالوقف لاستخدام الأسلحة الثقيلة بالقرب من منشآت الطاقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية. أكرر: أوقفوا استخدام الأسلحة الثقيلة بالقرب من منشآت الطاقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية. من جهتها قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إنه لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا التي توفر أكثر من خمس الكهرباء المولدة في أوكرانيا. وأضافت جرانهولم أن المفاعلات في محطة زابوريجيا محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق المفاعلات بأمان. الرئيس الأمريكي جو بايدن
أكد أن بلاده ستواصل فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية القاسية على خطى إجراءات من الاتحاد الأوروبي في تكثيف الضغوط على الكرملين. العقوبات الاقتصادية المشددة على بوتين وكل من حوله تخنق سبل الوصول للتقنيات وتعزلهم عن النظام المالي العالمي. تلك العقوبات كان لها تأثير قوي بالفعل، والهدف هو زيادة التأثير على بوتين وروسيا وتقليله للحد الأدنى عن عاتقنا نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا حول العالم. هدفنا هو الإبقاء على أقوى حملة تأثير اقتصادي موحدة على بوتين في التاريخ، وأعتقد أننا نسير بشكل جيد في هذا المسار. في غضون ذلك قال الجانب الفرنسي إنه لابد أن يقف الاتحاد الأوروبي بحزم في مواجهة تصاعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن العمليات الروسية الأخيرة مقلقة جدا. طبيعة الحال الوضع كله مقلق جدا. اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب بالنار بمهاجمة محطة لطاقة نووية في جنوب شرق أوكرانيا، مطالبا بوقف استهداف مثل هذه المواقع. وقال والاس أن مهاجمة تلك المناطق الحساسة لا تمثل خطورة على أوكرانيا وروسيا فحسب، إنما هي خطورة على أوروبا كلها، وتعد تحركا متهورا يتجاوز كل ما له علاقة بالمنطق أو الضرورة حسب تعبيره. هذا وبحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا تعزيز الدعم الدولي لحكومة كييف وشعبها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. جاء ذلك حسب بيان الخارجية الأمريكية، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا لمناقشة احتياجات كييف الإضافية من الدعم الأمني والاقتصادي كذلك الإنساني. تنضم إلي منال لطفي مديرة مكتب الأهرام بالعاصمة البريطانية لندن عبر سكايب. أستاذة منال أهلا بك وكل التحية. إذن بطبيعة الحال ردود الفعل البريطانية وكذلك الدولية ربما تصنع كثيرا أو تنطلق بدءا من العاصمة البريطانية لندن، آخر التحركات أو ربما ما يمكن أن يكون يعني واردا للتحرك في إطاره في الأيام المقبلة لديك. صباح الخير. هناك تحركات لافتة اليوم في بريطانيا. وزير الدفاع البريطاني بن والاس كان في الدنمارك، وزيرة الخارجية بريتي باتيل كانت على الحدود الأوكرانية البولندية، وفي الحالتين قررت لندن نفس موقف دول الناتو من أنه الحل الأساسي للأزمة هو انسحاب قوات الروسية من أوكرانيا وبدء مفاوضات بدون شروط. إذن حتى الآن هناك وحدة في الموقف الأوروبي، موقف الناتو، لكن هناك صعوبات عسكرية. اليوم كان أمين عام الناتو بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الناتو قرر من جديد وأعاد أنه لا إمكانية لحظر طيران فوق أوكرانيا، وهذا يجعل الناتو لديه أجندة طموحة لكن على أرض الواقع لديه خيارات قليلة للتأثير على مسار العمليات العسكرية في أوكرانيا. طيب بمتابعة الأخبار لديك في لندن، يعني هناك نشاط سياسي وبرلماني ودبلوماسي مكثف لرئيس الوزراء البريطاني، ما هي آخر يعني التحركات؟ ماذا حدث خلال الساعات الأخيرة؟ هناك مشكلة في الصوت، أعتقد أن هناك أصوات أخرى، ربما هناك تدخل بسبب شبكة الإنترنت، هكذا تسمعيني؟ طيب يعني يتحسن. باريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني له نشاط كبير وملحوظ من أجل محاولة إنهاء الأزمة، ما هي آخر أخبار تحركات جونسون في ذلك؟ تستطيع بريطانيا بالتأكيد ويستطيع جونسون التدخل لحل الأزمة أو محاولة حل الأزمة، لكن هو ليس أكثر الأطراف قوة على المسرح الأوروبي. أعتقد أنه أكثر طرف لديه ثقل هو فرنسا بسبب القنوات المفتوحة ما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس بوتين، لكن قوة لندن تأتي من تطابق موقفها مع واشنطن، وأعتقد أن هم الآن يقودون ما يشبه تكتل قوي داخل الناتو يريد التشدد حيال الرئيس الروسي، وربما إلى حد ما ألمانيا وفرنسا يريدان عدم خندقة الرئيس الروسي 100%.
وبالتالي هذه التباينات قد تلعب في نهاية المطاف لصالح المقترب الغربي، لأنه كما تعلم فكرة الشد والجذب، يعني طرف يشد الحبل أكثر من اللازم للضغط، وطرف آخر يظل ممسكا بالحل الدبلوماسي. وأعتقد أن هي لعبة أدوار ما بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا فيما يتعلق بالناتو. يعني هذا أمر يبدو كثيرا يعني مفهوما للغاية، لكن القرارات تصنع في العواصم، التحركات الموحدة بشكل أو بآخر. هل هناك اجتماعات أخرى أيضا؟ وأعتقد أنه يعني كان لابد لرئيس الوزراء أن يذهب إلى مجلس النواب البريطاني كي يستصدر قرارا أو على الأقل موقفا حازما يستطيع أن يشاركه العواصم الأوروبية الأخرى. ما هو موقف مجلس النواب لديك؟ كانت هناك ضغوط على بريطانيا من حلفاء أوروبيين فيما يتعلق على سبيل المثال بتجميد حسابات أثرياء روس موجودين في بريطانيا. بريطانيا تقول أنها قادت الطريق لفرض عقوبات على الأثرياء الروس المرتبطين بنظام الرئيس فلاديمير بوتين، لكن في الواقع تم توجيه اتهامات لها من عدة دول أوروبية أنها تأخرت في اتخاذ بعض القرارات. وبالتالي أمس بريطانيا فرضت المزيد من العقوبات على المزيد من رجال الأعمال الروس. ليست هناك في بريطانيا خلافات ما بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض وباقي أحزاب المعارضة، هناك اتفاق كامل على التوحد فيما يتعلق بالسياسة حيال الأزمة الروسية الأوكرانية. إذا كانت هناك أي ضغوط على حكومة جونسون داخليا هي تأتي من أن أحزاب المعارضة تريد أن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرارات مما هي عليه، لكن حكومة جونسون لديها حسابات كثيرة لا تستطيع أن تفرض عقوبات بدون ما يكفي من الأدلة على رجال الأعمال الروس. الاقتصاد في لندن على سبيل المثال، هناك جانب كبير من الاقتصاد في لندن مرتبط بأموال روسية، وبالتالي القرار قرار الحكومة لم يكن بالضرورة سهل أو سريع، لكن بريطانيا تسير قدما في فرض مزيد من العقوبات على رجال الأعمال المرتبطين بنظام الرئيس فلاديمير بوتين. يعني هناك أكثر من شق بالنسبة للمسألة الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية، نظام سويفت العالمي، وهذا أعتقد أنه تشاركت فيه جميع الدول مرة أخرى تقريبا. عذرا، هناك أصوات كثيرة بالتالي لا أستطيع سماع السؤال. عفوا، هي الأصوات ليست لدي في الاستوديو، إذا كان صوتي يصلك، لكن هو الإنترنت يبدو أنه هناك مشكلة في التواصل. تحسن لديك؟ أحسن شوية. طيب حاليا هناك يعني كان هناك كما تابعنا محادثات ما بين وفدي الأوكرانيين والروس الذين تقابلوا بالأمس في بيلاروسيا. هناك الآن مؤتمر صحفي يعقده وفد التفاوض الأوكراني، نذهب لنتابع جانبا مما يقولونه. إلى هناك، أشكرك. Ота, що вони стріляють по мирному населенню і так далі. Тому вони фактично сприймають цей переговорний процес всерйоз. І вчора навіть було. يتحدث الآن مشاهدينا بينما نتابع هذه اللقطات الوفد. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن مع حضراتكم على الهواء مباشرة هذا الجانب من المؤتمر الصحفي الذي يدور في العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وفد التفاوض الذي التقى، أو بعض أعضاء وفد التفاوض الذي التقى المفاوضين الروس خلال الأيام الماضية. كما تعلمون يعني كان هناك أكثر من جولة من مفاوضات، على الأقل اتفق المتفاوضون فيها على ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية في الداخل الأوكراني. كانت هذه نقطة التوافق ونقطة ربما الانطلاق للمزيد من التوافق في بقية الأمور.
لكن بقية التفاصيل لم يتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي، وها هو المؤتمر الصحفي الذي يحضره عدد من الصحفيين، وبالتالي سوف يقولون ما حدث خلال التفاوض، جزء منه عن الجانب الإنساني، هذا ما تم التوافق بشأنه، لكن ماذا عن أمور الهدنة أو وقف القتال أو غيره؟ يعني هذا أعتقد أنه محض الرد على أسئلة الصحفيين خلال الدقائق المقبلة. مؤتمر صحفي مهم للغاية، يعني إذا كان حدث أي تقدم على الأقل فسنجد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوف يخرج كذلك إلى العلن، وهو تقريبا يعقد مؤتمرا صحفيا كل يوم يتحدث فيه عن الأوضاع في الداخل الأوكراني وماذا يحدث، وبطبيعة الحال يعني شارحا سواء الأوكرانيين أو للجميع، لكل المتابعين في العالم، هو شأن دولي عالمي يهتم به القاصي والدني على قدم المساواة الحقيقة. فأعتقد أنه يعني ما تم تحقيقه يختص حتى الآن بالممرات الإنسانية أو الممرات الأمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. نحاول طبعا أن نتابع مع حضراتكم تفاصيل هذا المؤتمر، لكن مسألة ترجمة اللغة بطبيعة الحال هو ربما يتحدث الآن باللغة الأوكرانية، وسنحاول الحصول على الترجمة المناسبة لنبث ما يقال في هذا المؤتمر الصحفي من وقائع، وسنفرد له بطبيعة الحال هنا على هذه الشاشة المزيد من الوقت من أجل فهم مضمونه ومن أجل تحليل مضمونه كذلك. يدور أو تدور وقائع هذا المؤتمر الآن في العاصمة الأوكرانية كييف، وكنت تركت توا العاصمة البريطانية لندن، حيث من اللطفي مديرة مكتب الأهرام هناك معي على الهواء مباشرة عبر سكايب. أستاذة منال، وعذرا لأني يعني كنت أود أن أنوه وأن أذهب إلى كييف لمتابعة ما يحدث، ربما يعلنون عن شيء جديد أو ربما لم يمتد التفاوض إلى مسألة يعني التهدئة أو الهدنة أو محادثات سلام أو اتفاقات على ترتيبات معينة، لكن على الأقل مسألة الممرات الإنسانية أعتقد أن هذا أيضا هو طلب أوروبي وطلب تحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني من لديك العاصمة لندن. بالتأكيد منذ أمس كانت التقارير حول التوافق على ممرات أمنة حول مدينة أحد المدن التي تخضع لحصار روسي كبير تم التوافق عليه أمس، كانت هذه من الإنجازات القليلة على الصعيد الإنساني في الساعات الأخيرة. فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي اليوم الذي فيه أمين عام الناتو، هذا مهم جدا الذي عقد صباح اليوم. بالضبط كده، من الرسائل المهمة التي أتت فيه كانت هناك عدة رسائل على عدة مستويات. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، الرسالة رقم واحد التي يمكن استخلاصها من كلام أمين عام الفنيتو أنه الأسوأ سوف يأتي. يعني نحن الآن ما زلنا في رأس في الأيام التي تمهيدية لمعركة أكبر، كما يعلم الجميع هناك تقارير تؤكد أن الرئيس الروسي عازم على دخول كييف لتغيير الحكومة الأوكرانية بالقوة، وإذا ما حدث هذا سوف تكون هذه أزمة إنسانية كبيرة جدا قد يسقط فيها عدد كبير من المدنيين. فهذه هي رسالة للمجتمع الدولي. هو لديهم كل الحق، هناك أصوات متداخلة بالفعل، يعني أسمع العديد من الأصوات، لكن أحاول أو يحاول حتى المشاهدون أن يستخلصوا صوتك من وسط هذه الأصوات، أن يعني ننصت إليك. كنت تتحدثين، وأتمنى أن يتحسن الوضع، يعني كنت تتحدثين أن يانز ستولتنبرغ قد تحدث صباح اليوم في موضوعات للغاية مهمة. أريد أن نحاول أن نعيد مرة أخرى، يعني أن نصل إلى نقاط على الأقل اعتمدها وقالها يانز ستولتنبرغ ترينها في مقدمة الاهتمامات. كانت هناك رسائل لروسيا، رسائل لأوكرانيا، ورسائل للمجتمع الدولي. الرسائل التي تخص روسيا وكانت واضحة عندما قال إنه الناتو ليس طرفا في النزاع، عندما قال إن الناتو لن يخوض حربا ضد روسيا، ثم عندما قال وهذا هو أهم شيء يخص موسكو، إنه الناتو ليس بصدد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. بالنسبة للقيادة الروسية تلك الرسائل الثلاثة في منتهى الأهمية. الرسائل لأوكرانيا كانت كلها متعلقة بأنه
الأيام المقبلة صعبة. الناتو يستطيع تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية، لكنه لا يستطيع التدخل بنفسه في القتال، وبالتالي أمام المقاومة الأوكرانية تحدي صعب جدا، لأن هي وإن كانت قد نجحت في تقطيع وتيرة الدخول الروسي للكثير من المدن الهامة سواء في الشمال أو في الجنوب، لكن تباطؤ الدخول الروسي أو تباطؤ التمدد الروسي لا يعني أن روسيا في الواقع لن تستطيع تحقيق مهمتها العسكرية. المسألة قد تكون مسألة أيام أو أسابيع. هل ترين هذه رسالة موجهة إلى الجانب الروسي أم الأوكراني أكثر؟ أعتقد أن هي موجهة للطرفين، لأنه كما تعلم كلما خضنا في القتال، كلما تمدد القتال لأسابيع وأشهر، كلما صعبت الخيارات على أوكرانيا وعلى روسيا، لأن هما دول طرفي النزاع المباشرين. الرئيس الأوكراني خياراته تقل، يعني هو في الواقع يريد أيضا وقف إطلاق النار، لأن هو لا يستطيع تحمل القصف الروسي، وليس هو ندا للقوة الروسية. الجيش الروسي أكبر وأقوى بكثير من أوكرانيا، الثاني على العالم والثاني والعشرين، هذه هي المراتب في الترتيب العالمي بحسب جلوبال فاير باور. بالتأكيد بالضبط. وبالتالي أن تطالب من أوكرانيا أن تستطيع صد الهجوم الروسي للأبد، هذا ليس مطلب واقعي. والخيارات أمام القيادة الأوكرانية وأمام الأوكرانيين هو ماذا يفعلون أمام التقدم الروسي. هل هناك فعلا إمكانية لوقف إطلاق النار؟ ما هي شروطه؟ أمس الكريملين قال أنه فرض أو طلب شروط معينة من كييف لتحقيقها، لكن كييف رفضت كل الشروط لأنها قالت أنها شروط غير مقبولة، من بينها على سبيل المثال أن يتم نزع أو عدم عسكرة أوكرانيا، أن تقوم أوكرانيا بوضع ضمانات مكتوبة بعدم الانضمام لحلف الناتو. وهذا في نظر ليس فقط الرئيس الأوكراني، في نظر أي زعيم أوكراني يأتي في تلك اللحظة، هذه مطالب من المستحيل تحقيقها. وبالتالي أنت أمام مفترس طرق، يعني الدبلوماسية كلما تمدد أمد الحرب كلما من الصعب جدا أن تستطيع الدبلوماسية إثمار أي شيء. والبعض يقول في بريطانيا، الاستخبارات البريطانية في MI6، البعض يعتقد أنه الرئيس الروسي لم يعد لديه خيار سوى إكمال المهمة حتى النهاية، لأنه أنت الآن في منتصف الطريق، تكبدت خسائر فادحة. اليوم كان من الرسائل المهمة أيضا في المؤتمر الصحفي صباح اليوم لأمين عام الناتو، أنه قال أنه روسيا بالفعل بدأت تدفع أثمان الغزو. لكن هذا صحيح. الحقيقة منال، يعني أعتقد أن الدبلوماسية كذلك هي الملاذ الآمن وقت الحاجة إليها، ربما تكون يعني النقطة التي يجب أن يتوقف عندها البعض أو الطرفين في وقت من الأوقات، لأنه يعني تحسم أحيانا الدبلوماسية والاتفاقات ما لا تحسمه الحروب إذا طال أمدها، كما تحدثت وتحدث أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه الإفادات من مختلف الجوانب. شكرا جزيلا لك منال لطفي، مديرة مكتب الأهرام بالعاصمة البريطانية لندن، كل التحية. وأذهب الآن رأسا إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث من هناك عفوا أذهب إلى فيينا. نعم، مصطفى عبد الله مراسل التلفزيون المصري ينضم إلي، كل التحية إليك. يعني إذن ما هو الوضع من عندك وكيف رؤية لديك؟ اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، واهلا بالساده المشاهدين الكرام. هو الحقيقه اهم ما في الموضوع النهارده ان الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اعلنت ان اوكرانيا لم ترصد اي تغير في مستوى الاشعاعات بمحطه زابورجيا للطاقه النوويه بعد القصف الروسي اللي استهدفها وادى لاندلاع حريق فيها. وقالت المنظمه الدوليه ان الهيئه المعلمه الاوكرانيه ابلغت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه انه لم يسجل اي تغير في مستويات الاشعاعات في موقع محطه زابورجيا الواقع في وسط اوكرانيا والاكبر على الاطلاق في اوروبا. ودعت المنظمه الى وقف استخدام القوه وحذرت من خطر جسيم اذا اصيبت المفاعلات، مشيره الى ان المدير العام رافائيل جروسي على اتصال بصفة مستمرة مع السلطات الأوكرانية ومشغلي المحطة لتقييم الوضع، لأن السلطات مباشرة وحدة لتوليد الكهرباء وحذرت من كارثة إذا انفجرت هذه المحطة. وذكرت الحكومة الأوكرانية أنها تمكنت من إرسال فريق إطفاء إلى محطة
زابوريا للطاقة النووية، مطمئنة أن السلامة النووية لهذا الموقع باتت مضمونة. النمسا بقى، من ناحية النمسا، الرئيس النمساوي والمستشار الفيدرالي كارني هامر أكدوا وقوفهم بقوة إلى جانب الشعب الأوكراني، وأكدوا أيضا أن انتهاكات روسيا للقانون الدولي لن تمر دون رد، وده جاء في رسالة بالفيديو بعث بها الرئيس والمستشار النمساوي اليوم إلى شعب وقيادة أوكرانيا للتضامن معهم في مواجهة الحرب الروسية. والرئيس النمساوي الحقيقة قال في كلمته: لقد تأثرنا بشدة بالظلم الذي يلحق بكم أمام أعين العالم بسبب الحرب الظالمة، وأشار إلى تضامن الشعب النمساوي مع الأوكرانيين. وأضاف الرئيس النمساوي إن احنا إن النمسا لن تقبل الظلم وتدين بشدة الحرب العدوانية غير المشروعة ضد بلدكم، وقال أيضا: سوف نفعل كل ما في وسعنا لاستعادة السلام، وأعد بتقديم ووعد بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني ولأولئك الذين فروا أي إلى اللاجئين. المستشار النمساوي قال إن هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا عاد الحرب إلى أوروبا، وإن تعبئة القوات الروسية ليس فقط هجوم غير مبرر على دولة مستقلة وذات سيادة، وإنما أيضا اعتداء على سعي أوكرانيا المشروع لتحقيق الحرية والديمقراطية، ويتناقض مع الحق في اختيار مستقبلها. وزير خارجية النمساوي ألكسندر شارنبرج قال إن الاتحاد الأوروبي بيحضر لصياغة 4 حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وأضاف الوزير النمساوي أنه تم فرض بالفعل عقوبات صارمة، ونعمل حاليا على وضع الحزمة 4، ليكون وسيكون هناك اجتماع حالي مع وزراء الخارجية خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأمريكي. وقال وزير خارجية النمسا أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستستهدف كبار رجال الأعمال الروس، وبيجري إعداد قوائم خاصة طالبت الحكومة النمساوية بضرورة محاسبة المسؤولين عن تدمير القنصلية السلوفينية في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا. وأعرب أيضا وزير خارجية النمسا ألكسندر شارنبرج في تصريحات صحفية عن أسفه لأن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا لم تتسبب فقط في خسائر فادحة، بل أدت أيضا إلى تدمير القنصلية السلوفينية في خاركيف. وقال إن البعثات الدبلوماسية لابد أن تكون مصونة في كل الأماكن، ويجب حمايتها في جميع الأوقات، لافتا إن صدمته من وقوع هذه العمليات، وشدد على ضرورة محاسبة الجناح. وأضاف الوزير: في هذه الأوقات الصعبة علينا الالتزام المشترك بحماية حقوق الإنسان باعتبارها ركائز أساسية لأي مجتمع مفتوح وحر. وجدير بالذكر أن النمسا قررت أمس دعم الشعب الأوكراني بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية للحكومة. نعم، يعني ربما تبدو مسألة عفوا مصطفى الأوضاع الإنسانية في يعني الداخل الأوكراني وتوفير الممرات الأمنة ربما تبدو الأولوية الأولى الآن للجميع، وأنت في إحدى العواصم الأوروبية المهمة، وبطبيعة الحال ربما تعتمد أوروبا سياسة خارجية موحدة الآن. كان يتحدث منذ قليل أيضا يعني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية بوريل، يعني أهم المواقف الأوروبية التي رصدتها، التي تبعتها من خلال تصريحات المسؤولين، أو المواقف الموحدة من خلال يعني ما يمثله الممثل السياسة الخارجية على الأقل. تأكيد لكلام حضرتك يا أستاذ محمد، الحقيقة إن على سبيل المثال وليس الحصر، سفير مصر بالنمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية والأمم المتحدة بفيينا السفير محمد الملا استقبل الطلاب والطالبات المصريين القادمين من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وقال سيد سفير الملا إن السفارة قدمت الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع إدارة النادي المصري بوسط العاصمة فيينا، وتم استقبال حوالي 85 طالب وطالبة
وأكد السفير أنه تم تسكين الطلاب والطلبات في 4 فنادق بفيينا. والحقيقة يعني هناك تصريحات لوزير الخارجية أنه يعني لابد أن يكون هناك نوع من العقوبات الصارمة من الاتحاد الأوروبي على روسيا. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. مصطفى عبد الله مراسل النيل للأخبار بالعاصمة النمساوية فيينا. وما نزال مشاهدينا الكرام مع حضراتكم، والموضوع الرئيس الذي لا يعلو صوت على صوته في كل مكان الآن في العالم، ما يحدث في أوكرانيا والغزو الروسي لأوكرانيا خلال الأيام الماضية بعد أن مضت 8 أيام. اعتمد مجلس الدوما الروسي قانونا صارما ينص على فرض عقوبات بالسجن وغرامات شديدة لكل من ينشر معلومات كاذبة عن الجيش وسط العملية الروسية في أوكرانيا. القانون الذي اعتمده مجلس النواب الروسي ينص على عقوبات مختلفة بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما إذا أدت معلومات كاذبة إلى عواقب خطيرة على القوات المسلحة. وفي الوقت ذاته حجبت هيئة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية 4 قنوات أوروبية وأمريكية ووسائل إعلام أخرى لنشرها معلومات زائفة بحسب ما قالت روسيا. وردا على ما أثير بشأن معرفة الصين بوجود خطة روسية لبدء عملية عسكرية في أوكرانيا، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية صحة ما تردد ملقيا بمسؤولية العملية العسكرية على المتسببين فيها. كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية أن اتهام بلاده بمعرفة بدء العملية مسبقا إنما هو نوع من التضليل وإلقاء اللوم على الآخرين، حتى لو كانت الصين قد طالبت روسيا بعدم اتخاذ إجراء عسكري قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في بكين. كان هذا بعض مما يدور في أهم الملفات والأحداث العالمية، الملف المسيطر بطبيعة الحال على مجمل وطبيعة المجريات العالمية وردود الفعل العالمية خاصة الأوروبية، حيث ذهبنا إلى عاصمتين أوروبيتين هما لندن وفيينا لاستطلاع مواقف الحكومات والدول وآخر الأخبار في هذه العواصم وأوروبا بشكل عام. شكرا لحضراتكم. النيل مباشر وصل إلى نهاية مع وعد ببداية جديدة على رأس الساعة والمزيد من خدماتنا الإخبارية. دمتم بكل الخير والصحة وراحة البال إن شاء الله.